طبعا يا كابتن هيثم، مستمرين مع حضرتك، ويمكن معي ايضا واحد من نجوم المنتخب مهاب سعيد طبعا اللي شاركوا النهارده في المباراه، ويعني شفنا منه اداء قوي جدا. مهاب، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك طبعا على اول مباراه النهارده، اول مكسب في مشواركم في بطوله امم افريقيا. شايف المباراه النهارده ازاي، وطبعا اداء جميع لاعبي المنتخب النهارده؟ والله ابتدينا بداية كويسة، أنا شايف إن احنا ابتدينا بداية كويسة. معروف الماتشات في بطولة أفريقيا بتتاخد ستيب باي ستيب عشان نوصل ليفل لحد نص النهائي، نبقى الفرقة كلها جاهزة، الروتيشن معمول كويس، كل لعيبة بتدخل عشان كل لعيبة تدخل في أجواء البطولة، يعني لحد ما نوصل لليفل اللي احنا عايزينه نبقى جاهزين فيه إن احنا نرفع البطولة إن شاء الله. طبعا برضو عايز اعرف منك يا كابتن مهاب، قبل بدء المباراه النهارده، يمكن طبعا منتخب غينيا المباراه ما كانتش قويه قوي، ولكن اكيد في تعليمات مهمه اتكلم فيها معاكم السيد باستور قبل المباراه النهارده. طبعا الكلام كله ان احنا نلعب جامد، لان احنا ما لقيناش فيديوهات للفرقه، فمش عارفين هم ليفل ايه بالظبط، فكان كل الكلام ان احنا لازم نلعب جامد، كل واحد ان الروتيشن دوت بيفرق، فانت ما بتاخدش تايم كبير في الملعب، فكل واحد ينزل يدي 100% بس بتاعته عشان ما حدش يتصاب، ما حدش يحصل له اي حاجه بس. فهو كان كل كلامه ان احنا لازم نلعب جامد وكده وبس. طبعا مع الايام لما بتعدي مع اقتراب المباريات، يعني كل ما البطوله بتنتهي المباريات بتبقى اصعب واصعب طبعا يا مهاب. المنتخب هو حامل اللقب، يمكن ده مخلي عليكم عبء اكبر انه انتوا يعني حامل اللقب، فبيخليكم ان انتم بتبقوا محطوطين تحت الضغط ان شاء الله ان شاء الله المفروض يعني توصلوا للادوار القادمه، دور النصف النهائي النهائي. فيمكن مباراه النهارده شفنا كان في روتيشن ما بين كل اللعيبه عشان تبقوا مستعدين اكتر واكتر المباريات اللي هتبقى اصعب ان شاء الله مع اقتراب نهايه البطوله. والله انا شايف ان يعني زي ما قلت لك ان احنا بناخد خطوه بخطوه، البطوله مش يعني طبعا مش سهله، شايف ان احنا ماشيين يعني لحد ما نوصل لنص النهائي، لان احنا في طريقنا تونس في نص النهائي. طبعا موضوع ان البطوله في مصر ديت حاجه كويسه لينا وسط جمهورنا في ارضنا، طبعا هتبقى حمل علينا شويه، بس بنبقى مبسوطين لما الناس في الملعب وعايزينهم يزيدوا اكتر من كده، بس يعني البطولة دي أهم بطولة تقريبا، ما بتجيش كتير، لأن هي بطولة بعدها بتودينا أولمبياد، تودينا كأس عالم 2025، فبطولة هتفرق معانا جامد جدا يعني. بس طبعا بشكرك جدا، وبالتوفيق إن شاء الله المباراة القادمة، وإن شاء الله تفرحونا برضو بالبطولة دي السنة دي. شكرا. طبعا يا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني مهاب سعيد، وايضا عبد الرحمن فيصل هداف المباراه النهارده طبعا في البطوله. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد، بشكرك شكرا جزيلا، زي ما حضراتكم تابعتم لقائين مع اثنين لاعيبه مهمه.